السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. لا تنسى دعمنا بالاشتراك بالقناة وضغط زر اللايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. كما عودتكم دائما قناتكم قناة ستار تيوب كانت السباقة في إعلان تشكيلة منتخب سوريا الذي سوف يخوض غمار تصفيات بطولة الصداقة ومباراة ودية مع منتخب الإمارات، حيث شهدت القائمة عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن الاستحقاقات الماضية، وفي مقدمتهم النجم فراس الخطيب وإياز عثمان وجابرييل السومي. وستكون المباريات الثلاث التي سيخوضها منتخبنا الوطني مع العراق والأردن والإمارات محطة لاختبار اللاعبين دون النظر إلى النتائج الرقمية، استعدادا لاختيار الأفضل منهم للاستحقاقات الرسمية المقبلة، مع الإشارة أن باب المنتخب سوف يبقى مفتوحا أمام اللاعبين المميزين الذين سوف يثبتون جدارتهم في الفترة المقبلة. وضمت القائمة 16 لاعبا محترفا وهم أحمد الصالح العهد اللبناني، عمر خريبين وعمرو ميداني بيراميدز المصري، مؤيد العجان وزاهر ميداني القوة الجوية العراقية، حسين جويد الزوراء العراقي، عمرو جنيات الشباب العماني، يوسف قلفة القادسية السعودي، تامر حاج محمد أحد السعودي، أحمد الأحمد ضمك السعودي، عمر السومة الأهلي السعودي، فراس الخطيب السالمية الكويتي، ومحمود المواس أم صلال القطري، جابرييل السومي نيو إنجلاند الأمريكي، محمد عثمان هيراكليس الهولندي، إياز عثمان دينامو دريسدن الألماني، بالإضافة إلى 10 لاعبين محليين وهم إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم، شعيب العلي، مازن العيس من الوحدة، أحمد مدنية ومحمد الواكد وعبد الملك عنيزان وأحمد الأشقر من الجيش، محمد المرمور من تشرين، وماهر دعبول من الوثبة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في الاستحقاقات القادمة، ونتمنى التوفيق للإدارة الجديدة لمنتخبنا السوري. دمتم برعاية الله.